وفي حالة تسجيل عجز في الميزانية يمكن للحكومة أن تلجأ إلى التمويل البنكي أو إلى تمويل غير بنكي أو بالاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات. ومثل ما جاء في مخطط عمل الحكومة فإن تمويل عجز الميزانية المتوقع في إطار مشروع قانون المالية 22 سيكون بالاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد من خلال العودة للسوق المالية الداخلية، حيث توجد إمكانيات هائلة، إمكانيات مالية هائلة تنتظر التعبئة، مما سيمكن من تخفيف الضغط على ميزانية الدولة والمالية العمومية من خلال لا سيما تطوير أدوات التمويل البنكي. بالإضافة إلى ذلك، وكما أسلفت منذ حين، فقد تم إعداد ميزانية الدولة لسنة 22 على أساس سعر نفط مرجعي احترازي ب 45 دولار أمريكي للبرميل. لذلك ستتوفر الحكومة بمشيئة الله إمكانية الاستعانة بموارد صندوق ضبط الإيرادات لتمويل عجز الميزانية خصوصا، وأن السعر المتوقع حسب المؤسسات المالية الدولية سيتراوح في 22 بين 65 و 70 دولار أمريكي للبرميل.